هل تشعرون بالذنب لأنكم بخير مع كل الأحداث المؤلمة بالعالم؟ عقدة الناجي هي نوع من أنواع الشعور بالذنب والتأنيب ينتاب الشخص بعد النجاة من كارثة، حرب أو حادث، مرض مثل السرطان أو كورونا في مقابل عدم نجاة غيره. في هذه الأيام أصبحت عقدة الناجي غير مقتصرة على من مروا بكوارث وحروب وحوادث وأمراض، بل أصبح العديد منا يشعر بها فقط من خلال متابعة الأخبار العالمية والإحساس بالتقصير والعجز عن المساعدة. الأعراض المصاحبة لهذا الشعور عديدة وتختلف من شخص لآخر، فمنها هوس بمتابعة الأخبار، إحساس التقصير وقلة الحيلة، الغضب السريع والقلق والخوف وتقلبات مزاجية والتشوش وغيرها، الرغبة في العزلة وفقدان الحماس، التفكير بأسئلة وجودية ومعنى العدالة، الإحساس بالجحود لأنك حزين ولا تستمتع بالنعم التي لديك. قد تصل إلى وجود أفكار انتحارية خصوصا لمن نجا، أعراض جسدية مثل الصداع وصعوبة النوم. والحل: تيقن أن الله عادل وأن كل أمر مقدر ومدبر ولصالح البشر سواء رأينا الحكمة منها في الدنيا أو لا. تذكر أنك بشر وقدراتك محدودة، وأن هناك أمور خارج نطاق سيطرتنا، لذلك اغفر لنفسك تقصيرها. اسمح لنفسك أن تحزن وتقلق وتمر بالمشاعر السلبية، قلبك حي وهذا متوقع ومطلوب. لا بأس أن تعتزل متابعة الأخبار السلبية، أنت لست إنسانا سيئا، أنت ببساطة تراعي نفسك من الاحتراق النفسي والتشوش المصاحب له، لذلك كن واعيا باستهلاك الأخبار واعرف طاقتك. إذا استطعت حول هذا الإحساس الثقيل إلى عمل محسوس، الدعاء والتبرع، انشر الوعي في وسائل التواصل وبين دائرتك، اسأل عن من تعرض للمصائب وتفقد حالهم، وإن استطعت خفف عنهم بالدعم النفسي والتواصل.